السلام عليكم أيها الأخوة الكرام، ورحمة الله وبركاته. حديثنا اليوم عن تعريف الشيعة. الشيعة فرق عديدة بلغت في القرن الثالث الهجري، في نهاية القرن الثالث الهجري، إلى حوالي 70 فرقة. وقد صنف بذلك النوبختي كتابا تحت عنوان فرق الشيعة، وصنف سعد بن عبد الله الأشعري القمي أيضا المقالات والفرق، وتقريبا كان أيضا اتفق معه بهذه النسبة أن الشيعة فرق عديدة. فمن هو الشيعي؟ من هم الشيعة؟ من يوالي ويحب الإمام علي عليه السلام؟ هذا إطار عام قد يشمل جميع المسلمين ما عدا النواصب والناس المنحرفين يعني، أو من يقول بالإمامة الإلهية، يعتقد نظرية الإمامة الإلهية فقط هو الشيعي، ومن يعتقدون بنظرية الإمامة أيضا هم فرق عديدة، هم إسماعيلية وفتحية وواقفية، ويعني فرق عديدة كانت. فمن الشيعة حسب تعريف المتكلمين السابقين قبل 1000 سنة؟ ونشوف راجع لنرى من هو الشيعي الحقيقي. إن الإجابة عن هذا السؤال من هم الشيعة تختلف تبعا لموقف المجيب النظري. يعني عندنا كثيرون حاولوا الإجابة على هذا السؤال، وكل واحد من موقعه، من موقفه، من نظرياته وما يؤمن به كان يعرف الشيعة، فيوسع الدائرة أو يضيقها كثيرا. وما إذا كان سنيا، السنة مثل فرق لهم تعريف محددة، الشيعة لهم تعريف محددة، أو إمامي أو زيدي، زيدي يعرف التشيع بشكل والإمامية يعرف بشكل آخر. وممكن تسمعون بعض المشايخ الفتنة الذين يتهمون الشيعة اليوم بالبترية. من هم البترية؟ وهل هم شيعة أو لا؟ أو الغلاة فقط شيعة وغيرهم ليسوا بشيعة؟ وحتى الزيدية إذا كان جارودي أو سليماني أو بيفة تختلف الإجابة، كما تختلف أيضا حسب تعريف التشيع، وفيما إذا كان روحيا عاطفيا قلبيا يعني، أو سياسيا التزام سياسي مثلا، أو عقديا، أو فقهيا لا التزام فقهي مثلا. عندنا فرد مجموعة من الصوفية كانوا يؤمنون بالأئمة الاثنى عشر، وهم سنة يؤمنون بالمذهب الحنفي مثلا أو المذهب المالكي، فنعتبرهم شيعة أو لا؟ الشيعي الحسن بن موسى النوبختي، توفى سنة 310، كان معاصر للإمام العسكري يعني، يعدد في كتابه فرق الشيعة حوالي 70 فرقة شيعية تفرعت خلال القرون الثلاثة الأولى، ويجمعها بصورة عامة عنوان واحد هو التشيع لعلي بن أبي طالب. هذا العنوان العام للشيعة، بحيث يشمل من كان يعتقد أصل الناس بعد رسول الله وأولاهم بالإمامة. أولى، لاحظوا كيف، أفضل، الإمام علي أفضل وأولى بالإمامة من غيره، كالبترية والسليمانية من الزيدية، فرقتان هم كانوا من أتباع الإمام جعفر الصادق ثم أصبحوا زيدية، يعني كانوا متداخلين في ذيك الأيام، ما كانت فوارق كثيرة بين الزيدية والإمامية. ومن قال بتفضيل علي والإشارة إليه من النبي بالوصف لا بالنص، هناك فرق شيء قالت أن النبي لم ينص على الإمام علي بصراحة بالخلافة، إنما أشار إليه إشارات خفية، أشار إلى فضله، إلى علمه، إلى تقواه، إلى جهاده، إلى كذا وكذا. فإذا هناك يعني تفضيل بالإشارة، بالوصف لا بالنص.
ثم بعد الإمام علي هي شورى في أولاد الحسن والحسين، الإمامة يعني الحكم والسلطة والخلافة والزعامة، كالجارودية من الزيدية. هاي نظرية الجارودية شوية أكثر من البطرية يعني. ومن كان يعتقد بأن عليا إمام مفترض الطاعة بعد رسول الله، وأن النبي نص عليه وأشار إليه باسمه ونسبه وعينه، وقلد الأمة إمامته ونصبه لهم علما وعقد لهم عليهم إمرة المؤمنين، وأنه لا بد من أن يقوم مقامه بعده رجل من ولده، من ولد فاطمة بنت محمد عليهم السلام، معصوم هذا الإمام، معصوم منصوص عليه من الإمام الذي قبله، مشار إليه بعينه واسمه، وأن الإمامة جارية في عقبه ما اتصلت أمور الله وأمره ونهيه كالإمامية. الإمامية كان يعتقدون أن الإمامة مستمرة في ذريته علي وفاطمة إلى يوم القيامة. هذا أيضا في الصنف من يعني من الشيعة. طبعا هذا الصنف قبل ما يتكونون الاثنى عشرية. لاحظوا التعريف اللي يقدموه، أنه بختي، أنه الإمامة جارية في عقبه ما اتصلت أمور الله وأمره ونهيه، يعني إلى يوم القيامة. ما كانت محددة باثنى عشر في بداية القرن الرابع الهجري. الشيعة ما كانوا يعرفوا نظرية الاثنى عشرية، وبعدها ما كانت ظاهرة. فالإمام، نظرية الإمام يعني الحكم والخلافة والسلطة والزعامة إلى سلالة علي والحسين أو فاطمة كما يعتقد هذا الأخ إلى يوم القيامة، ممتدة إلى يوم القيامة. هذه أيضا نظرية. فإذا عندنا تعاريف عديدة للشيعة، الذي يحب فقط، الذي يفضل، الذي يقول بالإشارة، الذي يقول بالنص الصريح، الذي يقول بنظرية الإمامة الإلهي والنصب الإلهي. وحسب تعريف النوبختي يعتبر شيعيا كل من المعتدل والمغالي والرافضي، ثلاث أصناف رئيسية يعني، المعتدلين والغلاة والرافض أيضا كانوا يعتقدون بهذه العقائد، وكذلك من كان يؤمن ويعترف بخلافة الشيخين أبي بكر وعمر. يعني قسم من الشيعة كانوا يعتقدون هذا أفضل، إمام علي أفضل، ولكنهم كانوا يعترفون في نفس الوقت أن أبي بكر وعمر. أقسام أو فرق من الشيعة كانت تعتقد كذلك. الطبيعية فرقة فريقا انشق ممن كان يقول بإمامة علي بعد وفاته، وأن عبد الله بن سبأ كان أول من بفرض إمامة علي وأظهر البراءة من أعدائه وكاشف مخالفيه. أول تطرف حصل عند السبائية كما يقول هذا المؤرخ والمتكلم الشيعي أبو سهل النوبختي، الحسن ابن موسى النوبختي. وهكذا يعتبر الإمام أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري، هذا من السنة، من علماء السنة، من أئمة السنة بالحقيقة، الأشاعرة اللي تنسب مذهب الأشعرية إليه، وهو عنده كتب في هذا الموضوع، كتاب مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، كان معاصر للنوبختي، توفى بعد بحوالي 20 سنة، سنة 330. هذا يعتبر مختلف أصناف الشيعة من الغلاة والرافضة والزيدية شيعة بالمعنى العام، كلهم شيعة يسميهم، متطرفين، معتدلين، وسط، كلهم شيعة. ويقول إنما قيل لهم الشيعة لأنهم شايع أو عليا رضوان الله عليه، ويقدمونه على سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرة أدنى في حلقة سابقة عن تعريف السنة أن مثلا بعض علماء السنة كان يعتبرون الإمام الشافعي مو فقط شيعي، رافضي، لأنه مثلا يفضل عليا على عثمان. أيضا هذا تعريف أوسع بعد. ولكن شيخ الطائفة الإمامية الاثني عشرية التي كونت في القرن الرابع الهجري محمد بن محمد بن نعمان المفرد 413، يقوم بعد 100 عام من تعريف النوبختي بتعريف الشيعة تعريفا ضيقا جدا، فيقول بأنهم أتباع أمير المؤمنين علي عليه السلام على
سبيل الولاء والاعتقاد لإمامته بعد الرسول صلى الله عليه وسلم بلا فصل، ونفي الإمام عمن تقدمه في مقام الخلافة وجعله في الاعتقاد متبوعا لهم غير تابعا لأحد منهم على وجه الاقتداء، أن هو الإمام المفترض الطاعة منذ زمن الرسول. فإذا نفى الشيخين ونفى كذا، يعني قال من يعتقد بنظرية الإمامة فهو الشيعة. ويخرج كثيرا على حسب هذا التعريف، يحصر المفيد عنوان التيوع في خط واحد من الإمامية حتى وقسم من الزيدية، هم الجارودية فقط. ويخرج كثيرا من الفرق الشيعية التي كانت معاصرة لإمام علي عليه السلام ولكنها لم تكن تؤمن بإمامته بالنص، وإنما تفضله على سائر الصحابة فقط. ويقول إذا ثبت ما بيناه بالسمة بالتشيع، يعني بهذا الوصف كما وجبت، يعني تعريف الشيعية، وجبت للإمامية والزيدية الجارية فقط من بين سائر فرق الأمة لانتظامهم بمعناها. هذول ينطبق عليهم هذا التعريف الشيعي، لانتظامهم معناها وحصولهم على واجبها ولم يخرجوا عنها. هذا تعريف الشيخ المفيد في بداية القرن الرابع، تعريف ضيق جدا وأخرج معظم الفرق الشيعية. وبالرغم من أن وصف الإمامية كان يشمل أيضا كثيرا من الفرق الشيعية كالإسماعيلية والفطحية والناوسية وغيرها، إلا أن المفيد يحصر اسم الإمامية بخط واحد منها فقط، وهم الموسوية القطعية. فيقول أما السمة للمذهب بالإمامة ووصف الفريق من الشيعة بالإمامية فهو علم على من دان بوجوب الإمامة ووجودها في كل زمان، وأوجب النص الجلي والأسمة والكمال لكل إمام، ثم حصر الإمامة في ولد الحسين بن علي عليه السلام وساقها إلى الرضا علي بن موسى عليه السلام، لأنه أي الاسم وإن كان في الأصل علما على من دان من الأصول بما ذكرناه دون التخصيص لمن قال في الأحيان هذا أو ذاك بما وصفناه من الأئمة، يعني فإنه قد انتقل عن أصله، هذا المصطلح انتقل عن أصل الأولي وصار شيء ثاني لاستحقاق فرق أو فرق من معتقديه ألقابا بأحاديث لهم بأقوال أحدثوها فغلبت عليهم في الاستعمال دون الوصف بالإمامية، وصار هذا الاسم في عرف المتكلمين وغيرهم من الفقهاء والعامة على من ذكرناه. يقول يعني بالتالي كل الناس يعترفون أن الإمامية الشيعة يعني الإمامية، الإمامية يعني الشيعة. ويمزج المفيد بين التشيع والإمامية فيشرح معنى نسبة الإمامية بقوله الإمامية هم القائلون بوجوب الإمامة والأسمة ووجوب النص، ويعتبر الفرق الشيعية الأولى التي لم تكن تقول بنظرية الإمامة كالكيسانية والزيدية يعتبرهم فرقا شاذة عن الحق، أي عن الإمامية. طبعا هو يعتقد أن الحق متمثل به فقط وبنظرية الإمامة أو أصحاب نظرية الإمامة. ثم يحصر المفيد الشيعة الإمامية بالإثنى عشرية، ساعدنا إحنا عدة فرق شيعية إمامية، لا يحصرهم بالإثنى عشرية فقط. ويقول ليس من هؤلاء الفرق التي ذكرناها فرقة موجودة في زماننا هذا، وهو سنة 73 و300، يعني 373، إلا الإمامية الإثنى عشرية، علما بأن الإثنى عشرية كانت حديثة الولادة في زمنه، وكان الشيخ محمد بن علي بن بابوي الصدوق اللي هو أستاذه تقريبا يعتبر توفى سنة 381 هو أول من يذكرها في كتابه الاعتقادات، حيث روى حديثا عن النبي أنه قال الأئمة بعدي 12 أولهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وآخرهم القائم، طاعتهم طاعتي ومعصيتهم معصيتي ومن أنكر واحدا منهم فقد أنكرني. طبعا
كتاب سليم بن قيس الهلالي كان يعني يروج في ذيك الأيام، وهو كان يتضمن طبعا النص بالاثنى عشرية والثلاث عشرية أيضا، ما كانت بعدها محددة، فصارت اثنى عشرية استقر الرأي على هذا. والشيخ الصدوق نفسه ما كان يعني متمسك كثيرا بالاثنى عشرية، كان يقول عندما يخرج الإمام الثاني عشر سوف تستمر الإمامة في ذريته إلى آخر يوم من أيام الدنيا يعني. فما كانت بعدها متبلورة حتى عند الشيخ الصدوق. محمد بن علي بن بابويه الصدوق توفى 381 هجرية، هو ما كان بعدها يعني النظرية بعدها ما مستقرة عنده، أجى تلميذ المفيد والمرتضى والطوسي ثبتوها و يعني أكدوها تمام. وذكرها المفيد الاثنى عشرية، ذكرها في كتابه الفصول المختارة، في حين لم يأتي على ذكرها النوبختي في بداية القرن الرابع الهجري، ولم يذكر أي شيء عن الاثنى عشرية في كتابه فرق الشيعة. يعني شوف التطور اللي يحصل عبر الزمان، هذا مهم جدا أن نلاحظ التطورات من لاحظ الكتب أي كتاب في أي تاريخ، وثم الفكرة شلون تتطور. ولا يشير المفيد إلى الإسماعيلية التي كانت تحكم الدولة الفاطمية في ذلك العصر، وهي إمامية قائمة يعني كانت موجودة في زمانه وليست منقرضة كما يزعم. هو يقول لا بعد ما يوجد من الإمامية إلا الفرقة الاثنى عشرية. طيب والإسماعيلية الدولة الفاطمية بكبرها ذيك الأيام؟ يغمض عين عنهم، ما يعتبرهم أصلا دول يمكن شيعة، الله أعلم، لا أدري في هالنقطة، لا أعرف يعني، فقط أقول أنه لماذا لم يعترف به. وإذا كان المفيد قد ضيق تعريف الشيعة بالاثنى عشرية، فإن تلميذه الشيخ الطوسي توفى سنة 451 عاد ليوسعه قليلا بحيث يشمل عامة الإمامية، فيقول إنه الاعتقاد بكون علي إماما للمسلمين بوصية من الرسول وبإرادة من الله. طيب هنا شمل عندنا الإسماعيلية والفتحية والناوسية وفرق عديدة والواقفية أيضا، وهو ما يكرره الشهرستاني عالم سني هذا في القرن السادس الهجري 548 توفى في كتابه الملل والنحل، فيعرف الشيعة بأنهم الذين شايعوا علي عليه السلام على الخصوص وقالوا بإمامته نصا ووصية إما جليا أو خفيا، يعني نص جلي أو نص خفي، واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من أولاده. تعريف جدا واضح ولكن يعني محدد، ويجمعهم القول بوجوب التعيين والتنصيص وثبوت عصمة الأئمة وجوبا عن الكبائر والصغائر. ويضيف الشهرستاني هم القائلون بإمامة علي عليه السلام بعد النبي نصا ظاهرا وتعيينا صادقا من غير تعريض بالوصف بل إشارة إليه بالعين. وهذا ما يذهب إليه كثير من علماء الشيعة طبعا الاثنى عشرية، وآخرهم مثلا أدنى الشيخ أحمد الواعد رحمة الله عليه توفى سنة 2003 بقوله إن جوهر التشيع هو الالتزام بإمامة علي وولده وتقديمه على غيره لوجود نصوص عندهم في ذلك. ويجيب طبعا النصوص كثيرة، كل شيء تعرفون النصوص موجودة في كل مكان، أنا اختصرت الحديث وموجودة في كتبي التشيع السياسي والتشيع الديني، إذا أحد حب يراجع كل النصوص الموجودة في الكافي وربما غير الكافي أنا أوردت. هذا البحث هو فصل مختصر من كتاب لماذا تفرق المسلمون الحقيقة والوهم في الخلاف الطائفي الصادر قبل أشهر عن دار الانتشار العربي. قصدنا من هذا الحديث أن نتعرف على الفرق الشيعية المختلفة كما تعرفنا على الفرق السنية وأفكار هذه الفرق، حتى نخطو خطوة نحو الأمام ونقرب بين المسلمين ونوحد بينهم، بعد أن نلاحظ العناصر الفكرية الحية والمستمرة إلى اليوم والضرورية والمهمة والجيدة، والعناصر الميتة والمقرضة يعني كما أنقرضت كثير من الفرق الشيعية التي قالت أقوال يعني
مؤقتة أو نظريات اجتهادية أو فرضيات وانتهت. الآن ما يهمنا هو التعرف أكثر، إحنا نعرف أنفسنا، الآخرين يعرفون أكثر، إحنا نعرف الآخرين حتى نستطيع أن نتقارب وأن نتوحد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.